أهلين يا حبايبي، كيفكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. أولاً، فيفيان دي سينا وفاه بيز دورابجي تزوج الزوجان الشهيران اللذان التقيا بالصدفة في 7 يناير 2013. فيفيان أصغر ب3 سنوات من فاه بيز، وتزوجوا بعد 2 من المواعدة وانفصلا عن بعضهما في عام 2017. ثانياً، كاران غروفر وبيباشا باسو تزوج الممثل كاران من الممثلة بوليود بيباشا في 30 أبريل 2016. بدأ كاران وبيباشا في التعارف فيما بينهما، ومن ثم خططا لاحقاً للزواج. كاران أصغر من زوجته بيباشا ب3 سنوات. ثالثاً، سنايا إيراني وموهيت سيغال هما ممثلان هنديان تزوجوا سنة 2016 بعد علاقة دامت لمدة 7 سنوات. موهيت أصغر من سنايا ب2 سنين، فهي تبلغ من العمر 36 سنة وهو 34 سنة. رابعاً، كاران فير بوهرا وتي جاي سيدو تزوجوا سنة 2007 بعد علاقة حب قوية، توجت بولدين. تي جاي أكبر من زوجها ب2 سنين، فهي تبلغ من العمر 39 سنة وهو يبلغ من العمر 37 سنة. خامساً، كيشوار مينشانت وسوياش راي تزوجوا في 16 ديسمبر 2016 بعد 7 سنوات من المواعدة. راي أصغر من زوجته ب8 أعوام، فهي تبلغ من العمر 38 سنة وهو 30 سنة. هذين الزوجين مثال حقيقي على أن العمر مجرد رقم. سادساً، بهارتي سينغ وهارش ليماباتشيا تزوجوا في 3 ديسمبر 2017 بعدما التقيا لأول مرة في برنامج كوميديا، ووقعت بهارتي على الفور في حبه. تكبر بهارتي زوجها ب5 سنوات، حيث أنها تبلغ من العمر 35 سنة وهو يبلغ من العمر 30 سنة. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تتوصلوا بجديد الأخبار عن المسلسلات الهندية، وعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.